وقع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي ومدير مكتبة الإسكندرية أحمد عبد الله أبو زيد مذكرة تفاهم بين الجهاز والمكتبة للعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين المواطنين وخاصة الشباب، وتشجيع الشباب على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات قائمة لديها فرص للنمو والنجاح وخلق المزيد من فرص العمل. وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن تجديد مذكرة التفاهم الموقعة مع مكتبة الإسكندرية جاء لاستكمال خطط نشر ثقافة ريادة الأعمال بين رواد المكتبة وتأهيل كوادر المكتبة كمدربين ومقدمي مشورة في مجال ريادة الأعمال للاستفادة من تواجدهم الدائم في أوساط الشباب، بجانب العمل مع المكتبة على تنظيم ملتقيات ريادة الأعمال. بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة مع وفد شركة أمريكية استضافة مصر لأول تدفق استثماري للشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، يتمثل في إنشاء أول مصنع لإنتاج المعدات والأدوات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز دور مصر كمركز تصديري في المنطقة. وخلال اللقاء أكد الرئيس التنفيذي للهيئة توفير جميع التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تحتاجها الشركة لتسريع حركة التأسيس والإنشاء لتعظيم مساهمة المنشأة الصناعية الجديدة في نقل التكنولوجيا وزيادة القدرات التصنيعية بالاقتصاد المصري. وفي سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه مستوى 2.75 من الألف تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 30709 نقاط، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 7072 نقطة، وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 92% ليغلق عند مستوى 10135 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% مع استمرار المخاوف حيال الطلب في الصين وزيادة مخاطر أثر تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا، بينما حد تراجع محتمل في إنتاج الشرق الأوسط وليبيا من الخسائر. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.9% ليصل إلى 78 دولار و68 سنت للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.18% ليصل إلى 74 دولار و64 سنت للبرميل. وهبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.38% لتصل إلى دولارين و27 سنت للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1% لتسجل دولار و88 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وننتقل إلى خبر آخر، حيث اعتبر الكرملين أن قرار كييف عدم تمديد العقد الحالي مع شركة غازبروم لتسليم الغاز الروسي إلى الأوروبيين عبر أوكرانيا إلى ما بعد 31 من ديسمبر سيضر بشكل خطير بمصالح المستهلكين الأوروبيين. وسلمت روسيا ما يزيد قليلا على 14 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية في عام 2023، ولكن هذه الكمية تقل عن 40 مليار متر مكعب ينص عليها العقد، واستفادت من هذا الغاز خصوصا النمسا والمجر وسلوفاكيا.